كثير من الناس أو من الشعوب بتلحقهم متاعب في حياتهم، وفي أحيان كثيرة يفكر الإنسان في ذراعه البشري وفي طرقه الخاصة لكي يخرج من هذه المتاعب. وعلى الرغم من أن كل إنسان ممكن أن يلجأ إلى كافة الطرق السليمة، إلا أن هناك آية هامة موجودة في سفر ملاخي النبي. هذه الآية هي موضوع حديثنا إن شاء الله في هذه الليلة، الآية التي تقول: ارجعوا إلي أرجع إليكم يقول رب الجنود، ارجعوا إلي أرجع إليكم. لا تفكر إطلاقا إنك إذا ابتعدت عن ربنا وأصابتك المتاعب ممكن إنك تتخلص منها لوحدك. في بعض الأوقات تكون المتاعب لونا من ألوان تخلي النعمة الإلهية. إنسان يخطئ تتخلى عنه النعمة الإلهية، يدفعه الله لأيدي أعدائه، تصيبه المتاعب، يبقى طريقة الرجوع تبقى ازاي من الأول: ارجعوا إلي أرجع إليكم. إذا رجعت إلى الله ورجع الله إليك وأحاطت بك النعمة كما كانت في القديم، حينئذ لا يقدر عليك أحد. إحنا ممكن نشوف في التاريخ كيف صارت هذه الأمور. خذوا مثالاً حالة بني إسرائيل في سفر القضاء، بيقول إيه الكتاب: وفعل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب وعبدوا البعلين وتركوا الرب إله آبائهم وساروا وراء آلهة أخرى. وبعدين: فحمي غضب الرب على إسرائيل فدفعهم بيد ناهبين نهبوهم وباعهم بيد أعدائهم حولهم، ولم يقدروا بعد على الوقوف أمام أعدائهم، حيثما خرجوا كانت يد الرب عليهم للشر. يبقى ناس تركوا ربنا فربنا تركهم وباعهم بأيدي أعدائهم، ولم يعودوا يقدرون على الوقوف أمام أعدائهم. ليه؟ لأن النعمة تخلت، لأن إيد ربنا مش موجودة، لأن المعونة الإلهية مش داخلة في الموضوع. فين الناس اللي شقوا البحر الأحمر؟ فين اللي ضرب الصخرة طلعت مية؟ فين اللي هزم عوج ملك باشان؟ واللي هزم الأموريين؟ واللي هزم شعوب الأرض؟ كانت يد الله موجودة. أمال إيه الحكاية؟
بعدنا عن ربنا فربنا بعد عنا. ارجعوا إلي أرجع إليكم. وبعدين يقول إيه؟ يقول الرب ندم من أجل أنينهم بسبب مضايقيهم وزاحميهم، فكان بيرسل لهم قضاة، وعند موت القاضي كانوا يرجعون ويفسدون أكثر من آبائهم بالذهاب وراء آلهة أخرى. فحمي غضب الرب على إسرائيل وقال: من أجل أن هذا الشعب قد تعدوا عهدي الذي أوصيت به آباءهم ولم يسمعوا لصوتي، فأنا أيضا لا أعود أطرد إنسانا من أمامهم، لا أعود أيضا أطرد إنسانا من أمامهم من الأمم الذين تركهم يسوع الجنود. فترك الرب أولئك الأمم ولم يطردهم. يبقى المسألة مسألة أن الرب داخل في الموضوع ولا مش داخل. ما تقولش أعدائي قدروا علي ولا ما قدروش، ما تقولش أعدائي قدروا علي ولا ما قدروش، ما تقولش أعدائي قويوا علي ولا ما قويوش، إنما أقول: هل إيد الرب معايا زي زمان ولا لا؟ هل أنا تركت ربنا أم ربنا تركني ولا لا؟ هل أنا بعدت عن ربنا وتخلت عني النعمة ولا لا؟ وفي كل هذا تلاقي الآية واقفة أمامك: ارجعوا إلي أرجع إليكم. ارجع إلى ربنا تلاقي القوة بتاع الزمان رجعت تاني، تلاقي المعونة الإلهية رجعت تاني، تلاقي الوعود القديمة بتاعت ربنا لا يستطيع أحد أن يقف أمامك. جعلتك سور من حديد، مدينة من نحاس، يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك يقول الرب. طب افرض ربنا مش معايا اعمل ايه؟ مفيش حاجه. يبقى المساله كيف نستطيع ان ندخل الرب معنا في المعركه؟ كيف نستطيع ان نرجع الى الله فيرجع الله الينا؟ وتاكد اذا رجعت لربنا لا يستطيع عدو ان يقف امامك، زي الوعد اللي قيل لأرمية: يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك يقول الرب. وكيف تكون يا رب معي؟ ارجعوا إلي أرجع إليكم، ارجعوا إلي أرجع إليكم. وبعدين يكمل برضو في سفر القضاء ربنا قال: بيقول فعمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب ونسوا الرب إلههم، فحمي غضب الرب عليهم فباعهم بيد كوشان رعفشاي الملك أرام. وبعدين صرخوا إلى الرب فأقام الرب مخلصا فخلصهم عثانئيل بن قناز، فكان عليه روح الرب وقضى لهم مدة. ودفع الرب بيده كوشان واعتدت يداه عليه واستراحت الأرض مدى 40 سنة. ليه؟ لأن الناس صرخوا إلى الله فأرسل منقذا واستراحت الأرض 40 سنة. وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب، فشدد الرب عجلون ملك مؤاب على إسرائيل لأنهم عملوا الشر في عيني الرب. والقصة طويلة، ممكن تعودوا
وتقروها في سفر القضاء. إصحاح 4 يقول: وعاد يعملون الشر في عيني الرب بعد موت أهود، فباعهم الرب بيد يابين ملك كنعان. هل الرب بيبيع الناس ليد أعدائهم؟ بيدفعهم ليد أعدائهم أحيانا كلون من التأديب لكي يرجع الناس إليه، كلون من التأديب لكي يرجع الناس إليه. كلما تشتد عليهم الضيقة يصرخون إلى الرب فيقول لهم: ارجعوا إلي فأرجع إليكم. نفس الوضع كان بالنسبة إلى سبي بابل. الناس أخطأوا إلى الله فدفعهم في يد آشور فسبوهم إلى بلاد آشور، اتسبوا هناك. ثم باعهم إلى يد بابل فسبوا إلى أرض بابل. وفيما هم مسبيين في بلاد آشور وبابل كانت ترد في آذانهم كلمة الرب: ارجعوا إلي فأرجع إليكم. وفي أرض السبي ظهر دانيال النبي، وفي أرض السبي ظهر الثلاثة فتية القديسون، وفي أرض السبي ظهر حزقيال النبي أيضا. ورأى الرب هذا الرجوع فرجع مرة أخرى ورد هذا السبي. حينما غنى له الناس وقالوا: على أنهار بابل هناك جلسنا، فبكينا حينما تذكرنا في اليوم. كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إذن ممكن إن الإنسان لما يخطئ إلى الله يدفعه الرب في يد أعدائه، فإذا رجع إلى الرب يرجع الرب إليه. الحكاية دي تلاقوها موجودة تمام في سفر نحمية النبي، وفي سفر عزرة. شوفوا إيه اللي موجود في نحمية وإيه اللي موجود في عزرة. نحمية بيقول، ونحمية الآخر كان في أرض السبي، نحمية بيقول: بينما كنت في شوشن القصر، إنه جاء حناني واحد من إخوتي هو ورجال من يهوذا، فسألتهم عن اليهود الذين نجوا الذين بقوا من السبي وعن أورشليم. فقالوا لي: إن الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. الناس تعبانين وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. عمل إيه نحمية؟ الآه، هذا من أجل خطايانا، نرجع إلى الرب فيرجع الرب إلينا. بيقول إيه نحمية؟ بيقول: فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء، وقلت: أيها الرب إله السماء، الإله العظيم المخوف، الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه، لتكن أذنك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا.
ويعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليه، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا، لقد أفسدنا أمامك ولم نحفظ الوصايا والفروض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك. اذكر الكلام الذي أمرت به موسى عبدك قائلا: إن خنتم فإني أفرقكم في الشعوب، وإن رجعتم إلي وحفظتم وصاياي وعملتموها، إن كان المنفيون منكم في أقاصي السماوات فمن هناك أجمعهم. وبعدين يقول إيه: يا سيد لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك، واعطي النجاح اليوم لعبدك وامنحه نعمة أمام هذا الرجل. الرجل صلى وقال له: يا رب احنا أخطينا، أنا أخطيت وبيت أبي أخطينا وفعلنا الشر أمامك، وإحنا دلوقتي بنوح وبنصلي وبنطلب رحمتك. وفعلا أعطاه الرب نعمة أمام الملك، وأرسل معه خطابات، وكلف الولاة بأن يدوله الخشب ويدوله محتويات ولوازم البناء، وأعاد بناء أورشليم وأسوارها وجدد أبوابها. إزاي؟ رجع لربنا. فرجع الرب إليه. هذا الكلام أيضا نجده في سفر عزرا الكاتب. لقى الحكاية ملخبطة، والناس غلطوا واختلطوا بشعوب الأرض، واتخذوا من نسائهم لأنفسهم ولبنيهم، واختلط الزرع المقدس بشعوب الأراضي. بيقول: فلما سمعت بهذا الأمر مزقت ثيابي وردائي ونتفت شعر رأسي وجلست متحيرا، فاجتمع إلي كل من ارتعد من كلام الرب، وأنا جلست متحيرا إلى تقدمة المساء. وعند تقدمة المساء قمت من تزللي، وفي ثيابي ورداء الممزقة جفوت على ركبتي وبسطت يدي إلى الرب إلهي وقلت: اللهم إني أخجل وأخزى من أن أرفع يا إلهي وجهي نحوك، لأن ذنوبنا قد كثرت فوق رؤوسنا وآثامنا تعاظمت إلى السماء منذ أيام آبائنا، نحن في اسم عظيم إلى هذا اليوم، ولأجل ذنوبنا قد دفعنا نحن وملوكنا وكهنتنا ليد ملوك الأراضي للسيف والسبي والنهب وخزي الوجوه كهذا اليوم. والآن كلحيظة كانت رأفة من لدن الرب إلهنا ليبقي لنا نجاة ويعطينا وتدا في مكان قدسه، لينير إلهنا أعيننا ويعطينا حياة قليلة في عبوديتنا إلى آخره. وبكى عزرا أمام الرب، وصام عزرا أمام الرب. بيقول: لم أدهن، لم آكل لحما، لم أشرب خمرا، لم آكل شيئا شهيا، وصمت وصليت أمام الرب زي ما صلى هذه الصلاة. وبعدين إيه؟ ارجعوا إلي أرجع إليكم. مش في كل مرة
الواحد يقول العيب جاي من بره، جايز العيب جاي من جوه، جايز لو ارتفع القلب الى الله الله يعمل عجبا. يكفي توبة ناس امام الله تغير الكل وتقلب الهزيمة الى نصر وتفتح في البحر طريقا وتشق في الصخر ينابيع. مجرد توبة، اول ما تاب اهل دينا وامام الله، اول ما تذللوا امام الله رفع الرب غضبه فلم تهلك المدينة. لان في حاجات كتيرة بتكون نتيجة لغضب ربنا واللي تخلى الله. الله رفع ايده فلم تعد هناك معونة. وبعدين نقرأ عن مثل هذا الكلام ايضا في سفر التثنيه. بيقول ايه ربنا في سفر التثنيه؟ بيقول ولكن ان لم تسمع لصوت الرب الهك لتحرص ان تعمل بجميع وصاياه وفرائضه تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك. من ضمنها يقول ايه؟ يقول وتكون سماؤك التي فوق رأسك نحاسا والأرض التي تحتك حديدا ويجعلك الرب منهزما أمام أعدائك في طريق واحدة تخرج عليهم وفي سبع طرق تهرب أمامهم وتكون قلقا في جميع ممالك الأرض. وبعدين يقول ايه تاني؟ لا تنجح في طرقك بل لا تكون الا مظلوما مغصوبا كل الايام وليس مخلص. تبني بيتا ولا تسكن فيه، تغرس كرما ولا تستغله، يذبح ثورك امام عينيك ولا تأكل منه، يغتصب حمارك من امام وجهك ولا يرجع اليك، تدفع غنمك إلى أعدائك وليس لك مخلص، يسلم بنوك وبناتك لشعب آخر وعيناك تنظران إليهم طول النهار إلى آخره. إذن في متاعب بتأتي من عصيان وصية ربنا. فإذا رجع الإنسان إلى الله كل هذه النتائج ترجع لوحديها. إذا كنت في تعب فكر اولا كيف ترجع الى الله. قول انا مش هفكر في الناس المتعبين اللي حولي، انا هفكر في علاقتي مع ربنا. واذا علاقتي صلحت مع الله ستصلح كل الامور من الخارج. ان اقسى الاعداء واشدهم بطشا لا يحتملون عينا طاهرة مرفوعة إلى الله، ولا يحتملون قلبا نقيا يتكلم مع الله، ولا يحملون أيدي ترتفع إلى الله. لما موسى النبي كان واقف بيرفع يديه كان الجيش ينتصر على أعدائه، وكان الرب يصنع نصرا. بإيه؟ بأيدي نقية مرتفعة إلى الله. ارجعوا إلي أرجع إليكم. الشعب أخطأ، ربنا دفع الشعب كله إلى الطوفان فغطت المياه الأرض وماتت كل نسمة على الأرض. لكن نوح وأسرته كانت نفوس نقية
متجهة إلى الله. من أجل هذا عبارة ارجعوا إلي أرجع إليكم انطبقت على نوح. وجدنا نوح عاش في الفل ومعه الأسود والفهود والنمور وكل الوحوش، ولم تستطع أن تقوى عليه، ورجعت صورة نوح لصورة آدم في الجنة قبل الخطية، ما قدرتش عليه الوحوش، صادقته وعاشت معاه وفضلت معاه طول المدة إلى أن انحسر الماء عن الأرض. إزاي يا نوح قدرت تعيش مع الوحوش؟ عشت معاهم بالآية التي تقول ارجعوا إلي أرجع إليكم. إزاي يا نوح أخذت نفس البركة التي أعطيت لآدم، إن أباركك وأبارك نسلك وتكون سلطتكم وسيطرتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء وكل سمك البحر؟ أخذتها بالآية التي تقول ارجعوا إلي أرجع إليكم يقول رب الجنود. كيف يمكن أن يصطلح الإنسان مع الله؟ إذا اصطلح الإنسان مع الله تصطلح معه السماوات والأرض. إذا اصطلح الإنسان مع الله يأخذ قوة ومعونة من فوق، يمشي على الماء مثل بطرس لأن إيده في إيد المسيح، فلا يسقط ولا يقوى عليه الماء ولا الموج. هل تستطيع انك تمشي على المياه وتدوس كبرياء البحر؟ تستطيع بالآية التي تقول ارجعوا إلي أرجع إليكم. ربنا بيعمل وسائل كتيرة علشان يصطلح بيها مع الناس. من ضمن الوسائل دي انه يثير شوية متاعب من بره عشان تصطلح. كل المتاعب دي شكليات، وكل الهيصة الكبيرة من بره دي شكليات. الامر الحقيقي الاساسي هو ان ربنا عايز يصطلح مع الناس، عايز القلوب ترجع إليه. هلما نتحاجج يقول الرب ارجعوا إلي أرجع إليكم. كل إنسان لازم يسأل نفسه السؤال ده، هل أنا موجود في النعمة بتاع الزمان ولا لا؟ هل أنا موجود في المعونة الإلهية بتاع الزمان ولا لا؟ مش بس هل العدو الخارجي بينتصر عليا ولا لا، وانما حتى هل الشياطين بتقدر عليا ولا لا، هل الخطايا بتنتصر عليا ولا لا، هل قلبي في نفس قوته في نفس نقاوته ولا لا. ان كنت تعبان كل فكرة بتقدر عليا، كل شهوة بتقدر عليا، كل خطية بتقدر عليا، كل شيطان بيقدر عليا، اقول له لا يا رب انا ارجع اليك، ارفع قلبي اليك زي زمان، اصطلح معاه وكفايه الذل اللي انا فيه. فربنا يقول طيب يلا نبتدي، ارجعوا الي ارجع اليكم، وانت لما ترجع الي انا هرجع اليك بنفس القوه بتاع زمان، بنفس المعونة بتاع الزمان، بنفس اليد التي كانت مع داود فهزم جرياط الجبار، هكون معاك. طب ايه نقطة التحول في الموضوع كله؟ ارجعوا الي ارجع اليكم، ارجعوا الي ارجع اليكم. علاقتنا
هي مع الله أولا ومع الله أخيرا. أما العلاقات مع الناس فهي علاقات جانبية وعلاقات سطحية ومجرد نتائج للعلاقة مع الله. أبص تلاقي أولاد الله زي أولاد الناس، شكلهم نفس الشكل، أخطأهم نفس الأخطاء، سقطتهم نفس السقطات. ملاقيش الروح القوية اللي موجودة في الناس، ملاقيش عبارة لغتك تظهرك، ملاقيش الروحيات، ألاقي الكل ماشي في الخطية والكل ماشي في التعب. طب خلاص، بدل ما رجعتش لربنا يبقى احتمل كل ما يأتي عليك. الكنيسة نور في العالم، الكنيسة قدوة صالحة في كل فضيلة من الفضائل. الكنيسة شهادة لإسم المسيح في كل موضع. الكنيسة وسيلة إيضاح لكل نقاوة وكل قداسة وكل بركة. إذا فقدت الكنيسة طابعها فليحدث كل ما يحدث. طب وبعدين يا رب؟ ارجعوا إلي أرجع إليكم. وإذا رجعنا إليك يحصل إيه؟ يحصل إنكم ترتلوا هذا المزمور وتقول الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، في مراعي الخضرة يرغبني وإلى ماء الراحة يرغبني، يرد نفسي يهديني إلى سبل البر. وإن رجعت لربنا يجرى إيه؟ تقول إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، وإن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن. وإن رجعت لربنا يجرى إيه؟ إن رجعت لربنا هتغني وتقول نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا عونا من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. وإن رجعت لربنا يجرى إيه؟ تصير مدينة محصنة وأسوار من حديد، يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك يقول الرب. إن رجعت إلى ربنا تشعر بالنعمة الإلهية تملأ قلبك، تشعر بقوة فيك، قوة لها تأثير على الناس، وتشعر إن الكلمة اللي بتقولها قوية وفعالة ومثل سيف ذي حدين. وإذا رجعت لربنا يجدد مثل النسر شبابك وتتحول إلى صورة الله وتخافك الشياطين. ارجعوا إلي أرجع إليكم، نداء يقوله الله، نسمعه ونستفيد منه. وكلما نرجع إلى الله كلما نأخذ قوة، وكلما نشعر إن الله معنا في كل عمل والله معنا في كل حركة والله معنا في كل كلمة، حينئذ كل ما نعمله يقتدر كثيرا في فعله. هذا هو طريق الكنيسة المقدسة في حياتها، إنها دعوة للتوبة ودعوة للرجوع إلى الله.
ليس من أجل نفسك فقط، إنما من أجل الكل، من أجل الكنيسة كلها. يونان لما أخطأ وهو شخص واحد، السفينة كلها اضطربت، الأمواج هاجت، البحر اضطخم، اهتزت السفينة وكادت تسقط في المياه، كله من أجل شخص واحد. ولما رجع يونان إلى الله، رجع البحر إلى هدوء. عاخان ابن كرم، خاطئ واحد أخطأ في الشعب، انهزم الشعب كله، حتى في قرية صغيرة اسمها عاي. ولما رجع الشعب إلى الله، رجعت المعونة ورجع الانتصار. ممكن شخص واحد يضيع الكل. قل لنفسك، هل خطيتي لها تأثير على نفسي فقط؟ ربما لها تأثير على الدنيا كلها. ربما غضب الله على الكل من أجلي أنا. طب وما هو الحل؟ ارجعوا إلي أرجع إليكم. عبارة أرجع إليكم عبارة جميلة، عبارة أرجع إليكم عبارة جميلة. يرجع الرب بكل حبه، يرجع بكل حنانه، يرجع بكل البركة، يرجع بكل القوة، يرجع بالعشرة القديمة، بالصداقة القديمة، يتمشى وسط شعبه، يرجع بنفس وعوده، ويرجع بقيادته، يرجع ويمسك دفة النفس، ويمسك دفة الكنيسة، ويقود الكل بيمينه الحصينة وبذراعه القوية. أرجع إليكم. أرجع إليكم يعني أصطلح معاكم. أرجع إليكم يعني ما تبقونش لوحدكم في وسط الأعداء، لأننا ترككم كذئب كحملان في وسط ذئاب، لكن أنا أرجع إليكم، أرجع كراعي نفوسكم، أحرسكم من كل شر ومن كل ضرر. يا ريت يا رب ترجع إلينا. يا ريت يا رب ترجع إلينا لكي تنصلح أحوالنا عن هذا الحال. أنا مستعد، ولكن عليكم دور. ارجعوا إلي فأرجع إليكم. أنا ما أقدرش أرجع إليكم غصب عنكم، ما أقدرش أرغمكم على محبتي، ما أقدرش أسكن في المحلة وداخل المحلة خطية. أمال إزاي يا رب تسكن في وسطنا وتبقى أنت ساكن وسط شعبك؟ ارجعوا إلي أرجع إليكم. ارجعوا إلي بالصلاة، بالصوم، بالتوبة، بالتذلل، بالحياة الجديدة أمام الله. ارجعوا إلي كما كنتم من قبل صورة لله ومثاله، على شبه الله قد خلقتم. ارجعوا كما كنتم. ولما ترجعوا، كل واحد فيكم أنضح عليه بذوفاي فيطهر، وأغسله فيبيض أكثر من الثلج. وعندئذ يعطى للعيين شحنا، وحينئذ أنفخ في الفتيلة المدخنة،
وأعالج القصبة المردودة، وحينئذ تحيون حياة جديدة، وأسكن في قلوبكم وأعطيكم قوتي وأعطيكم معونتي، وتصيرون شيئا آخر. أجدد مثل النسر شبابكم. ياريت نضع أمامنا هذه الآية باستمرار طول هذا الأسبوع: ارجعوا إلي أرجع إليكم، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.